كابتن طارق، ازيك يا ميدو؟ ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا، بتنورنا دايما يا كابتن. يا حبيبي ما تحبش منك، انت اللي منور يا بابا. ربنا يخليك يا رب. معايا كابتن مجد مصطفى ومعايا كابتن احمد حسن استاكوزا، بيسلموا على حضرتك. منورين منورين. انا عايز كابتن طارق، يعني عايز ابارك لك على مباراه سموحه، كان مكسب يعني حلو قوي، ضاف لبتروجيت. وانا كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده وقلت لك ان شاء الله الموضوع هيبقى معاك، ان شاء الله يجي على ايديك يعني مكسب، بيجيب مكسب وان شاء الله ترتقي لبتروجيت في المكان، في المكانه اللي يستحقها. اعتقد ان الكابتن طارق ايحاء بيلعب دلوقتي او مركز على الثلاث نقاط. اكيد طبعا يا ميدو، بحييك وبحيي ابو المجد واستاكوزا طبعا، منورين. مفيش انت بتتكلم في فرقه كبيره، يعني بتروجيت من الفرق الكبيره اللي كانت بعبع انديه كتيره في الماضي، وبنحاول نرجع السمعه الطيبه دي لفريق بتروجيت. احنا استلمنا الفرقه كان عندنا 17 بونت، موقف كان محرج جدا جدا. بفضل الله الحمد لله قدرنا ان احنا نعدل مسار الفريق بشكل كبير. عملنا بعض التدعيمات المهمه في يناير، ما كترناش قوي يا ميدو، لكن احنا اخترنا لعيبه احنا محتاجينها بالفعل. اكيد تتكلم في مساك كان مهم جدا، لان طبعا اسلام جمال كان رايح الزمالك شهور خلاص، وكان دبش القضيه بتاعته اللي هي اربع شهور، وخد وقف اربع شهور. الحمد لله. بتتكلم في نص الملعب، جبنا ولدين كويسين في نص الملعب الاسماعيلي احمد جمال، وجبنا زولا من نادي الشمس لعيب كويس، وجبنا ولد تحت السن ده يعني بعتبره مفاجاه الموسم ان شاء الله اللي جاي، مش ده يعني ممكن ياخد الموسم ده لكنه مش بقدر الكافي، لان هو مواليد 98. هتشوف حاجه محترمه جدا يعني في الديفندرز. وبعدين جبنا اتشنبونج بصفقه تبادليه مع اسلام جمال وعلاء علي وعمر النجدي، دي التدعيمات اللي جبناها. احنا حاولنا بقدر الامكان، لما انا رحت وشفت حطيت ايدي الحمد لله بفضل على مواطن الضعف والقوه في الفرقه، بس انا ركزت على الضعف قوي، لقيت ان الحته الهجوميه عندنا قليله قوي، قليله قوي الحته اللي مش الفراوده، انا بتكلم على القادمون من الخلف. تمام. فده ركزت فيه، جبت علاء علي وجبت النجدي وجبت زولا فاهمني واتشمبونج، فدول هيعملوا معانا فارق. فالحمد لله يعني يمكن الامور اتظبطت شويه، لكن طبعا لسه مش زي ما انا عايز، لسه بنحاول ان احنا نطور اداء الولاد اكتر. يعني بقول لك ان احنا لما انا جيت لعب 16 مباراه مفيش ضربه جزاء اتحسبت، فجاي بيقولوا لي يا كابتن احنا ما اتحسبناش ولا ضربه جزاء، قلت لهم انتوا ما بتوصلوش ال 18 هتحسب لكم جزاء ازاي يعني؟ اكيد. بس فالحمد لله يعني الامور تطورت، واتمنى ان احنا مفيش شك طبعا ماتش سموحه كان ماتش صعب جدا جدا، بتلعب فرقه قويه جدا محترمه، عندها حلول فرديه ما عندها حلول جماعيه، فالحمد لله الولاد تعاملوا بشكل كبير مع المباراه بتركيز عالي قوي، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره امبارح، يعني عملنا محاضره فيديو وعملنا محاضره العاديه بتاعت الماتش يوم الماتش. الحمد لله يمكن 70 80% من الكلام اللي اتقال والكلام اللي احنا شفناه في الفيديو اتنفذ بشكل كبير، والحمد لله يمكن كنا موفقين يعني، الحمد لله ربنا وفقنا بشكل كبير جدا في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله ان الاداء ده يستمر والتوفيق يستمر ان شاء الله معانا باذن الله. وبعدين كمان يا كابتن انت جايب هدفين يعني في الكابتن طلعت يوسف اللي هو يعني ملك الدفاع يعني. كابتن طلعت حبيبي طبعا وكابتننا، بس انا كل ما قابله بقول له انت خلصت كل الديفندرات اللي في مصر، بندور على ديفندرات مش لاقيين. فهو قبل الماتش اللي فات قال لي ما انتش عايز ديفندر، قلت له يا ريت يا كابتن تجيب لنا ديفندر. هو لا هو طبعا كانت طلعت من المدربين المحترمين، يعني هي كوره وتوفيق وعدم توفيق، والحمد لله يعني معاه تيم ما شاء الله محترم جدا جدا، وتيم يعني من الفرق القويه اللي تعمل لها الف حساب سموحه دلوقتي. اكيد كابتن طارق، قعدت تدوير او التشكيل او توظيف، هقول توظيف شمال سبيكلي تحديدا، يعني أيوه. شمال سبيكلي شايفه احرز هدفين، يعني بيلعب كراس حربه صريح، مش شكل شمالس بيكلي. شمالس بيكلي كان عنده مشكله نفسيه ميدو، كان نادي الاهلي طلبه من سنه. وبعدين الولد كان لما انا رحت كان نفسيه متدمر، لان الاداره تقريبا طلبت ساعتها مبالغ كبيره، فالنادي الاهلي تقريبا تراجع او يعني ما حصلش توفيق ما بينه وما بين نادي الاهلي، والولد كان زعلان جدا جدا وكان يتمنى انه يروح نادي الاهلي، وانا لو موجود كنت هوديه نادي الاهلي بصراحه، يعني ما ينفعش ان انا لعيب يجي له الاهلي والزمالك واقعد انا اوح معاه. المهم فطبعا الولد رحت لقيت نفسيته محطمه جدا، وحكى لي القصه من الاول خالص، انا جبته
وحكى لي القصه. قلت له خلاص يا بكري انت عايز تمشي انا موافق ما عنديش اي مشكله. وفعلا اول ما استلمت قعد 3 ايام غايب عن التمرين باذن طبعا. وقلت له خلاص يا ابني روح شوف حياتك وكده. وجا الانجنت بتاعه كان اعتقد عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن جالي وقعد معايا. قلت له خلاص انا موافق انه يمشي. وانا كلمت الاداره وهم موافقين ما فيش اي مشكله خالص. يعني خدته على راحته. دايما يا ميدو لما تاخد اللعيب على راحته. انا عارف يا كابتن ان حضرتك بصراحه استاذ في الحته دي. الله يخليك. الولد خلاص يعني انت مش هتقعد واحد مش عايز يلعب. واللعيبه كتير هتجيب لعيبه. انت شغلتك كمدرب ان انت احنا كلنا كنا ايه؟ يعني انت كنت مثلا لعيب عادي وانا كنت عادي واستاكوزا وابو المجد. احنا حفرنا اسانينا بايدينا. وفي مدرب ساعدك وساعد ابو المجد وساعد استاكوزا وساعدني. كلنا كنا لعيب درجه ثانيه لغايه لما ربنا كرمنا. فكلنا دي وظيفتك انت كمدرب انك انت مش تتمسك بقى باللعيب ده تقعد بقى تطبطب عليه. لا خالص. وفي الاول وفي الاول والاخر انت انا ما بحتاجه. يعني انا كنت محتاج اسبيكلي ومع ذلك قلت له اتكل على الله. الولد راح قعد يومين ثلاثه وبعدين اللي جالي. طبعا يعني السكك كلها مقفوله. ما اعرفش ايه اللي حصل. جالي قلت له بص هي كلمه هما كلمتين قدام عبد الرحمن مجدي الله. هما كلمتين انت جيت لي تركز وتلعب وتاكل النجيله يا اما هتقعد في البيت الاربع شهور دول ومش تاخد فلوس. لان انت راجل دلوقتي محترف. فكلمته بمنتهى الامانه قلت له انت لعيب مهم بالنسبه لي وهديك وهتلعب انما هتلعب وانت زعلان وانت انسى موضوع النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي عايزك وعايزك دلوقتي انا مستعد اقول لك اتفضل. لو الاهلي عايزك بعد سنتين وانا موجود هقول لك اتفضل. ما عنديش كلام محترم. كلام انما محترم. انك انت تتقاعس او انك انت تتوانى بقى وانك انت تتقمص وتلعب بقى بغير نفس. فالولد خدته على راحته وبعدين رحت مديله ايه؟ بالجامد يعني. نزل التمرين اتمرن واهلناه بشكل جيد. وظفناه الحمد لله كويس تحت راس الحربه اللي هو الثالث زي عبد الله السعيد كده. بالظبط 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 يا كابتن. الولد بيأديها بشكل كويس ونفسيته بقت كويسه. له فلوس طلعت. كان في فلوس متاخره طلعناها. ريحناه يعني عارف بنعامله كويس. الامور الحمد لله مستقره معاه واتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يبقى يعني بنفس المستوى واحسن لان هو المفروض ان انت فورمتك بتعلى بقى يعني اكيد بتعلى يعني. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. وهو لعيب نفسي من الطراز الاول خلي بالك كابتن طارق اكيد حضرتك عرفت مليون في المية. لعيبه كده بالتحديد انت بتاخدها على سوري في اللفظ على حجرك. بالظبط بالظبط. وبتعاملها معامله مختلفه وبتطلع كل الحاجات الكامنه اللي جواه. اللعيب في مدربين او في ناس بتقتل اللعيبه دي لكن انت طالما مقتنع بقدراته وامكانياته ومقتنع ان هو لعيب كويس الحته دي ما فيهاش مش هتقلل منك كمدرب. اكيد يا كابتن اكيد يعني مش هتقلل منك ان انت بتعامل لعيب كويس. هو طبعا ما بتعاملوش معامله خاصه مختلفه عن اللعيبه لكن في لعيبه زي ما انت بتقول نفسيتها كده طبيعتها كده فلازم انت تحاول تاخد منهم اكتر حاجه ممكنه وبالتالي بتجيبه كده وتكلمه وتفهمه بالراحه ما بتقللش منك كمدرب بالعكس انت بتكبر اللعيب بتاعك وبتكبر بتكبر نفسك في نظره هو ده الكلام اللي احنا ماشيين بيه فالحمد لله جابت نتيجه معايا هو الواد لو مش عندوش بقى القدره والكلام كنا خلاص مشيناه لكن هو الحمد لله بشكل جيد هو شغال كويس واتمنى له التوفيق ان هو لعيب بصراحه لعيب مميز ولعيب يفرق معايا كتير الحقيقه اكيد يا كابتن طارق اكيد هسال حضرتك سؤال بعيد عن بتروجيت يعني حضرتك شايف الدوري المصري ازاي وشايف المنافسه هل بتنتهي بسقوط نادي كبير زي نادي الزمالك ولا هي حسمت فعلا النادي الاهلي ولا لسه فيه يعني شكل يعني تاني لا معلش انا ليا بس السقوط ازاي الزمالك سقوط السقوط احد الانديه الكبيره اهلي او زمالك تحديدا سقوط يعني سقوط في دوري مش قصدي طبعا سقوط عام لا يعني سقوط لا يعني هي بعد في الترتيب لا هو طبعا ابتعاد الزمالك عن المنافسه عن المركز الاول ده بيدي الافضليه للنادي الاهلي الاسماعيلي طبعا بيحاول الحقيقه بيحاول ان هو يلحق بالنادي الاهلي لكن الاسماعيلي طبعا عنده نواقص في بعض الاماكن لما بيغيب لاعب او اثنين بتاثر فعشان كده الاستمراريه بتبقى مش ما بتبقاش يعني جديه يعني لكن عموما الاسماعيلي تيم كبير جدا والزمالك تيم كبير والاهلي طبعا تيم كبير لكن المنافسه انا قلت قبل كده وقلت في احد التصريحات ان النادي الاهلي لما بيركب الجدول ما بينزلش بسهوله فعلا والنادي الاهلي عنده لعيبه بتؤهله ان هو يبقى
الاول، لان هو مش بقول الكلام ده عشان بتكلم في قناه الاهلي. لا يا كابتن طارق، ما حضرتك قلت الكلام ده في قناه ثانيه انا سمعته بوداني. في حاجات يعني حاجات احنا بنشوفها لو ما قلناهاش كمدربين يبقى احنا ما بنفهمش حاجه. لا 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 حضرتك طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه من الخبرات اللي تقدر تخليه يشتغل بشكل جيد. طبعا الاستقرار الاداري، الاستقرار الفني اللي معمول، اللعيبه الخبرات الكتيره اللي موجوده في النادي الاهلي لو قستها باي نادي اخر هتلاقي النادي الاهلي متفوق في اللعيبه مع طبعا حسام البدري. ما نقدرش نغفل حق الراجل ومجلس الاداره والكلام ده كله سواء السابق او الحالي، لا يعني في دنيا شغاله. لكن انت بتتكلم على استمراريه المنافسه، نادي الزمالك بعد عن المنافسه، الاسماعيلي بيبعد شيئا فشيئا ولكن بيحاول، الناس بتحاول انها تبقى موجوده. لكن طبعا مكسب الاهلي باستمرار ده بيأهله وبيخليه ان هو الافضل وبيخليه ان هو الاقرب لحسم البطوله، مفيش شك يعني. اكيد يا كابتن طارق، يعني متعودين دايما نكلمك وانت كسبان، ان شاء الله تبقى قاعده كده على طول تكلمنا وانت كسبان، وان شاء الله بتروجيت يستحق افضل من كده، ان شاء الله معاك يعني يوصل للمكانه اللي تليق ببتروجيت. كابتن طارق يحيى المدير الفني نادي بتروجيت، شكرا جدا لحضرتك.